جاسم يعقوب يوسف محمد الماس، وقد حصل على تقدير امتياز وهو الأول على كليته. مرحبا شباب، اسمي جاسم يعقوب يوسف الماس، أنا مصمم جرافيكس ووسائط متعددة. اليوم راح أحدثكم عن مشروع تخرجي للجامعة، واللي هو كانت فكرته تخيل حصن أثري قديم موجود في الإمارات. فكرة مشروع التخرج كانت هي تصور مشهد لا يمكن تصوره في الوقت الحالي أو في الوقت المعاصر، فأنا اخترت أن أبحث عن موقع أثري قديم متواجد في دولة الإمارات، وكان هذا الموقع حسب تصورنا حصن أثري قديم. بداية قمت بالاتصال بالعديد من مراكز المعلومات والسياحة في الإمارات حتى نستكشف أو نسأل عن الأماكن الأثرية الموجودة عندهم، وأحد أكبر الأماكن كان منطقة مليحة أو مدينة مليحة، حيث كان يرجع عمر المدينة إلى 3 قبل الميلاد. هذا كان دافع كبير لي أن أنا أبتدي أبحث في هالمكان ونحاول نتصور كيف راح يكون شكله لو عاش لحد يومنا المعاصر مثل ما يقولون. فكانت الطريقة الوحيدة للوصول لهالهدف هو تصور المدينة هذه على حسب الدراسات أو الاستكشافات الموجودة عن طريق العالم الثلاثي الأبعاد. أحد الصعوبات الرئيسية اللي واجهتني خلال هالمشروع كانت أن الحصن نفسه لم يكن موجود في وقتنا أو ليس موجود في وقتنا الحالي، ولا يوجد فقط إلا أساسات الحصن المتهدمة والموجودة. فكان علي أن أسوي أكثر من اتصال أو أكثر من طريقة للحصول على المعلومات، وأهمها كانت الاتصال بفريق التنقيب الأثري اللي يستكشف المكان حالياً ويحاول يجمع كل المعلومات عن شكل الحصن وكيف كان يعني شكل كل شيء فيه حتى الغرف اللي داخله. فكانت هذه أحد الصعوبات اللي واجهتها وأهمها، والحمد لله تم الاتصال بأكثر من فريق وقمنا بجمع كثير من الدراسات والتخيلات والتصورات على شكل الحصن وعلى ملمس الحصن وحتى كيف كانت المواد اللي استخدمت لبنائه. خلال فترة العمل على مشروع التخرج أو خلال فترة تعلمي على برامج هذه برامج ثلاثيات الأبعاد، كنت أضطر في نفس الوقت أن أنا أسوي رحلات استكشافية مع فريق التنقيب الأثري لمنطقة الحصن نفسها أو مدينة مليحة حتى نجمع من عندهم أو من المنطقة نفسها عينات ممكن تساعدني أن أنا أجسد الشكل النهائي في العمل مالي أو في المشروع بشكل يطابق اللي هو كان عليه في الواقع. المعطيات النهائية لمشروعي كانت عبارة عن فيلم قصير يصور ويجسد شكل المدينة الأثرية وبعض الصور التخيلية للمكان. فوفر مشروعي فرصة كبيرة للجيل الحاضر أنه يتخيل ويشوف المكان الأثري هذا كيف لو كان لحد يومنا الآن أو كيف كان شكله في السابق. فنال المشروع الحمد لله على رضا الجميع، رضا جميع الأساتذة. كان المشروع فضل كبير في تفوقي في الجامعة وحصولي على المركز الأول على الدفعة، وأيضا تم إهداء المشروع أو صورة من المشروع كهدية تذكارية من كلية الفنون الجميلة والتصميم جامعة الشارقة إلى الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم ومدير جامعة الشارقة. فكان هذا شرف كبير لي، وكان هذا المشروع شيء أفتخر فيه بشكل كبير جدا. فكرة مشروع تخرجي بدأت بأربع كلمات كتبتها بشكل عشوائي في دفتري. هالكلمات كانت تخيل ما لا يمكن تخيله، وهالأربع كلمات غيرت من مسار دراستي أو غيرت من حياتي الدراسية بشكل كبير، ووفقتني الحمد لله في سنواتي الأخيرة في الجامعة. فأنا أنصح جميع الشباب باستغلال أي فكرة وأي شيء يخطر في بالكم وعدم وضع أي حدود على أي شيء ممكن تفكرون فيه، لأن هالشيء ممكن يغير الكثير وممكن يبتدي معاكم حياة جديدة.